أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Maintenant, je sonne. Bonjour madame. كيف عاملة؟ كيف عاملين لي زونفون؟ من الحامدين الشاكرين السي العرف. كاين شي منقضيو؟ تو سي مدام ياك الكرا خلصناه ليك؟ كلمي لي طوماري زوجك المصون. واخا. ميرسي. مربوح مربوح تكلم. هاني جاي هاني جاي. شكون؟ السي العربي. السي العربي في بيتنا. يا مرحبا يا مرحبا. يا ميرسي يا ميرسي. السي مربوح. نعم. واش يمكن الرجال بوحدهم يتكلموا؟ معلوم. الله يودي الله يودي. نظيرة الله يخليك إلى ما خليني أنا والسي العربي رأسا لرأس عنا شي محادثات. أي مخلياكم. تفضل تفضل السي العربي تفضل. ياك لاباس أمر. السي مربوح هادشي ماشي معقول. بديتي كتريب لي داري ما خليتي فيها لا حيط لا بودرة. الله يهديك الله يهديك. كيفاش ما خليت فيها لا حيط لا بودرة؟ مالا دابا ولات واقفة على الهوا. اسمح لي واش هذا الخبيط بالليل وبالنهار بم يا بنت بم هذا راه طباج. لا لا ما تخافش هذا الخبيط هذا غير يدير واحد الشاب هنا ولد جيراننا. مسكين لقى حتى يوم صب ما يدير ما تأسس شي جروب. كون واحد الجروب ديال الموسيقى هو اللي كيدير شويه ديال الهرج. جروب ديال الموسيقى تمام بالباله والفاس والمطرقه. شكون قال هذا؟ راه الناس جاو الشيموا وقالوا لي بلي هاد الايام المعلمين داخلين عندك خارجين وبلي كثر عندك البغلي. الله يهديك راه ما كاين لا بغلي ولا معزي غير شي اصلاحات طفيفه والسلام. اصلاحات؟ ما تيت تورن ما تيت فراب. راسي كيضرني فين هاد الاصلاحات بالضبط؟ ما تخلاش ما تخلاش ما تخلاش اصلاحات غادي تشوفها بعويناتك في الكوزينه. المراه ديالي الماسونه كدير شي روتوش. جو فو فوار جو فو فوار. تفضل. اللي عطا الله هو هذا. عندنا شي اش هذا؟ هادو الدوزان ديال البني. وهذا؟ هادو مواد البناء. ولاش كيصلح هادشي؟ البني. أعي؟ البني. البني حسن جدا. الله يذكر عليها الجن بخير. دابا هادشي كيصلح البني. أييه. دابا الدار ديالي اللي بنيتها بدم جوفي و40 عام وأنا خدام عليها في لترونجي تجي أنت تبدا تريب وتخربق وتدير الحيوط ياك؟ الله يهديك. السي العربي هدنا اعصابك الله يهديك. شي دابا باش نبينوا لك على حسن النيه ديالنا. انت بنيتيها على 40 عام. وحنا ان شاء الله بحول الله الا طول العمر باغيين نحتلوها لك 40 عام. ايوا شنو؟ نسكنوا فيها 40 عام ان شاء الله ما تخافش. وكيف ما كان الحال هاد الدار راه دارك الا درنا الاصلاح راه لصالحك. شو السي مربوح شتي بحال هاد الدار هادي؟ راه ما تلقاش بحالها واخا تقلب عليها بالبيل. الله يهديك بلا الدار ولا تبقى. والله ويلي انت مول العقل السي العربي فوقاش كتعصب. الله يهديك الظل. يلاه تشرب شي كاس ديال اتاي وهدن اعصابك. اصلاح كله في صالحك. لو كان كانت هاد الكوزينه مصلوحه ما غاديش احنا نوضوا نخسروا الفلوس باش نصلحوها. الله يهديك الله يهديك. ايكوت موا ايكوت موا انا غادي نمشي للمخزن باش ياخذ لي الحق ديالي منكم ويجيب ليكسبيرتيز. الله يهديك راه باغي تجيبها فراسك انت. اسمع السي بركه ما تحل علينا فمك. وهاد الدار راه دارنا وغنصبردو فيها شحال ما بغينا واذا ما عجبكش الحال غنحرقها وشعل فيها العافيه. شعل فيها العافيه لفو واش كتسمع؟ كنتقلق شي راه غير كنضحك معاك راه ما كاين لا هضره الهجير هذا اش نضحك؟ اسمع والله يا الشايب يا العايب الا كتقلب عليها واش بغيتي نجفف لك هاد الدار؟ انا غادي نمشي عند المخزن هو اللي غادي ياخذ لي حقي منكم وغادي نمشي عند لي دروا دلوم لي دروا دلوم. عربي وقف الى سميت كراج وقف. صافي انا دير الله يهديك الله يهديك. و تجي تفوتي فيه شي دقه تدخوك ولا تجي في الحبس. شوفي يا لاله دابا راه الملاسه والياجور وتبنيت راه سيري بني بيديك يلاه ما كاينش اللي يهضر معاك. اي والله الا ما بقى لي غير الشايب العايب المرمش المعمش. ها مربوح ها مربوح مالك داير في راسك هاد الحاله؟ انا مازال ما كاين حتى حاجه. كيفاش ما كاين حتى حاجه؟ واش انا عندي مشكل قد وقد جبل حتى موقعي وفي الاخر كتقول لي ما كاين حتى حاجه؟ صافا بابا في خراطن قالها جبل توقعي كل بعدا جبل هبري هبري وبلاتي يلوحوا لكم حوايجكم في الزنقه ويشوفوكم في الحرمه وديك الساعه يشوفوا واش هبري ولا عظمي. وعلاش اخويا علاش غيلوحوا لنا الحوايج ديالنا في الزنقه؟ على الفوضى اللي دايره في البلاد.
والسيد عاديك ما حالو مسكنك فيه وانتي جالسة كطيحي في الحيوط وكل خطرة كتصوبي ليا كوزينة في شكل مالينا بغد دير ليا كوزينة حتى نطيب عنده الصح واش صيدكم نتوما كاين السيبة في البلاد او راه بحال الوالد دخلكم في داكشي ديال السكن العشوائي وملي انت عارف هادشي مالك ما قلتيش ليا من النهار الاول السي رابح انا قلت يا دبر ليا على معلم مزيان دبرت لك على معلم مزيان انا بعيد من هاد الشغل السلام عليكم الله يعاونكم عمو في بحر شوف مربوح الدار داري والكوزينه كوزينتي وغندير فيها اللي بغيت ويطرى اللي بغيت اللي بغيت يطرى السيبه قولي باباك المراقبين د البني جاو توت سويت يلا بابا المخزن اللي غادي يلوح لنا حوايجنا في الزنقه هو جا هو جا السلام عليكم سيدنا اهلا اهلا سي العربي مرحبا تفضل تفضل تفضلوا سيدي تفضلوا مرحبا بكم ممكن اسيدي نشوفوا الدار الله يودي معلوم معلوم بحالكم هذا تفضلوا سيدي تفضلوا تفضلوا سيدي هذه هي الدار ياك سيدي هذه راه هي الدار دابا هذا راه البيت الكبير هذا ديال الدار لا الله غادي تعينوه بعيونكم تفضلوا سيدي انت سيدي هاك الكوزينه هي هادي سي با بوسيبل سي العربي فين هما الحيوط المهرسه والدار اللي ما بقات فيها كوزينه الله يهديك السي العربي الله يهديك انا حنا سيدي ملي عطانا هاد الدار كيف عطاها لنا كيف هي ما زدنا فيها حتى طوبه وليني البارحة كنت عندك هنا انا ثلاث شهور هادي ما شفتك ياك حتى بالمسكره كنصيفطهم لك غير مع السمسار انا دزت عندك البارحة ولقيت لك كويزين مرولة السي العربي هادي غير هضرة زيدة حنا خرجنا معك للدار باش نشوفو واش فيها شي تغيير ما لقينا فيها حتى شي تغيير راه هما يردوا كلشي كوم افون اسمع السي عبد الله كتب في داك المحضر باللي حنا خرجنا مع هاد السيد باش نشوفو اشنو كاين لقينا الدار ما فيها حتى شي حاجة خاسرة وزيد كتب في داك الدوسي باللي السي العربي يزعج السلطات مو نعم سي الله يرحم من قراك هاد العمس الله يرحم من قراك سي با بوسيبل كلشي يبا الرب بوسيبل والله الا طلعت به شحال ديال تمارة وبلا ربح ادريس لعن الله واش عندنا هاد العام شي بريم ولا عاوتاني غادي يهزنا الماء كيف العاده انا بعدا غيزيني انا خدمت مع المدير مزيان وشنو هي الخدمات الجليله اللي قدمتي للسيد المدير وكانت مربحه بالنسبه لي اجي 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 حظك اجي انت يا سيدي نعاود لك على راسي ونزل ليا دابا انا غنقول لك انا خدمت مع بلادو كنت كنديهم المدرسه ونزيدهم ومرات احيانا تنديها للحمام وكنزيبها عرك سيدي ملي كتكون هي مسكينه مسخفانه كتزبد تتقول لي ادريس الله يرحم والديك الا ما دير لي سيد السفيفه عاد عاد سير راه هادي هي الخدمه اللي كتمشى في هاد الشركه وانت حمق راه خصها التزام والزديه قول يا ادريس واش الا بغيت نولي كنشقى عند المدير في دار ما عرفت واش يقبل ولا ما يقبلش ازي صدر لك مولاي نزلت يودك على ديك الخدامه اللي عنده بسي طريقه من الطرق وانت تزيف بلاصتها باهي لا فكره اجي وما عرفش واش هاد الخدامه في الدار واش تواتيني ولا لا واش اللي درت هي وانت مربح مقبل تبان بلاص سنقصك الطوله التزريده الفورمه واش انت بقيتي بغيتي تبقى غير مزبد ولا انت غير اللي تيهمك هما الفلوس هي الفلوس عندك الصح هذا وقت ديال الفلوس بنادم يقلب على الفلوس كيف ما كان المهم انه يولي خدامه ولا كيف ما كان ها ها الكيوط ها هي الكيوط كيف ما كتخبيوها مصوبه على حقها وطريقها تقول زيبه من البريزي وانت الطبخه القديمه كتبقى تعصر فيها وتعاود لا 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 انا بالنسبه لي ما نتفقش معك انا القهوه ديال با عيسى كتفرع الدماغ وانا قلت لها المدير شخصيا وشنو قلت له سي مربوح؟ ودي هذاك سي عيسى كيصوب لنا شي قهوه ممتاز الله يجازيك بخير هذا مضمون فيك اولياء سي مربوح سي مربوح والله شد بيا ديك بغيت نسقسيك هاد الموتوال واش خطرت شي حاجه على النطارات او لا؟ اش هذا با عيسى؟ اه
اكتب هذاك اللي تسد مزيان. اسيدي اش غادي نقول لك؟ دوزت هاد السيمانه هادي عند الطبيب قال لي كتشوف انت 10 على 10 العينين بجوج. تتسد بالعينين بجوج 10 على 10؟ 10 على 10. وعلى سالولي ما غير نضاطر؟ وزعما قلنا ودي اسيدي ادريس مدير متوالي يعني غير اذا كثرت شي حاجه علاش ما نديروش نضيطرات حتى حنايا؟ ها؟ واخا غير للتبركيك. لالا نظيرة؟ نعم سي مربوح. بغيت نظرك في واحد الموضوع. سمعنا كبار الخير، ياك لاباس؟ لالا نظيرة أنا إن شاء الله بحول الله رانا ترقيت. المدير غادي يرقيني غادي نولي خدام عنده في دار. إيوا واش غادي دير عنده في الدار؟ كلفني بالشؤون المنزلية فيما يخص غادي نولي صخار والسلام. ويلي يا مربوح واش بغيتي تضحك عليا الجيران؟ وقت ما نزت في الدار بغا يبقى يقولوا مرات سخار. الله يهديك الله يهديك يا نظيره. واش السخار راه التعويضات عرفتي السوايع الاضافيه شلا فلوس. ولكن يا مربوح انا عارفك ما تقدرش على الخدمه ديالك، خاصك تتقدى ودي الدراري للمدرسه وتسوق بالمدام الطوموبي باش دير الكوافور، وانا كيلو ديال البصله ما عمرك دخلتي في يدك، ما كتعرفش حتى حاجه. لا 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 كنعرف، غير انا ما كنبغي ندير والو لحيت انت كاينه. غادي لنا سيدي بحال ما كاينش. ما نقدرش نقدر ندير لك تجي ما كاينش. اجي وقات قهوه. اجي لطفي اجي خلي داك الشيء اللي في يدك واجي اجي سير بيا الله. اجي سيد اولدي سيد واحد الخبيره غنقولها لك. اسمعي باباك غادي يخدم عند المدير. لا هو ديما خدام عنده. لا غادي يخدم عنده في الدار. ناري الوالد قفرتيها. علاش؟ المدير ديالك عنده الدراري الصغار النهار كله وانت كتراري بهم. لا 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 ما غاديش نراري بهم، انا لا عارف شنو كندير. ايوا قلت لك لا لا ملي غادي اجي 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 انت لهنا بعدا خليتي شي حاجه ما تكالفكو زين ولا عاوتاني تسطي في كل شيء. ما يتكال؟ ما يتكال. اجي نقول لك واش فراسك اخر اخبار في الدار؟ والله يسمعنا اون بون نوفيل. الوالد ديالنا ترقى. ويلي سي با فغي. حق الله بابا. ها ميرسي يا بنتي ميرسي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. ولكن راه باقي ما كايناش شي حاجه رسميه مازال ما كاينش. وشنو وليتي بابا شنو وليتي؟ وليت يا بنتي غادي نولي مدير. ما كرهتكش يا بابا تولي مندوب. عرفتي ديك صاحبتي المسمومه باباها مندوب وانا كتعجبني هاد الخدمه مندوب. بلاتي عرفتي الخدمه ديال الوالد فيها بزاف ديال الامتيازات والتعويضات وحتى السكنه. نزيد كل ماكله والشراب وحتى الكسوه. بابا ما عرفتيش واش غادي يعطيوك الطوموبيله بالشيفو؟ لا 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 ما غادي يدير الشيفو الطوموبيله بالشيفو. علاش في الشكا ماما علاش؟ دابا بابا انا راه بغيتك تكون هنا عندك الطوموبيل والشيفور باش داك الشيفور يبقى يوصلني انا الليسي ونبدا نفقص دوك صحاباتي. يكون خير بنتي يكون خير ان شاء الله يكون خير. شوف 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 البنت غير سمعت التعويضات والامتيازات وما يتحلوا لها العوينات. قربت سدي ماركات ريان. حيت ماما انا راه مني تولدت وانا محرومه. وغادي تبقاي محرومه انت انا والميمه. كاش انت انا والميمه انت ان شاء الله بلاتي تغير الوقت وتشوف واش غادي نتهلا فيها ولا لا. مربوح الله يهديك اش غادي يتغير؟ شحال هادي من عام وانا متزوجه بك؟ 4 دريال هي الاخرى ما داتلكش في الماندا واش كضحك عليا؟ وحتى كاع كون جات هاد 4 دريال غادي تخليها ليا؟ واش اللي كيدخل ملي كندخل لهاد الدار وانا خاص الزيت خاص البوطه خاص المعدنوس؟ واش اللي خاصو المعدنوس كيجمع الفلوس؟ اش كتبغي تغي نزول انت اش كديري بهاد المعدنوس؟ كل خطره جيب المعدنوس. كناكلو كناكلو. شوف الوبنا عرفتي باباك فين غادي يخدم؟ فين غادي يخدم ماما فين؟ نقول ليها غادي يخدم في دار المدير. كتكذب عليك كتكذب عليك. غادي ان شاء الله انا بنتي غادي كنت غادي نولي نائب المدير ولكن هذاك المدير عندنا ما فيهش النزاهه ولا ندير بناقص. المهم بابا هما التعويضات. وعلى داك الشيء اللي كاين ان شاء الله ما كاين غير التعويضات. ما بقات مرة ما بقى معقول ما كاين غير غفل دارت عينك. انا ما طيرت لك والو هنا بعد غير شوكك كون كان عندي الجدانه كون راني غير كزر وسلخ على هاد الغش اللي ولا كون رات انا غير زنطق هسلق. انا ما زنطق ما هسلق بعد غير شوكك. مالك اخويا كتغوتك لاباس؟ اختي نظيره السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك لاباس اودي راب عرفتي اخويا انا جيت عندك. لاش؟ جيت عندك بغيتك تسلفني واحد 20 فيا نفك بها شي كريدي. والو اخويا الغالب الله ما نكذبش عليك شوف هزني وسوسني ما طيحش مني سنتي وكاع دبر لي غير في 10000
اخويا راه ما خبيتهمش عليك والله ما خبيتها عليك. انا نظيره هي تقول لك، قولي لي انا نظيره، قولي لي بصح اختي نظيره. واش حماقيت يا ربح؟ انت عارفني انا ناويه نصلح ونبني، ومازال كطلب من مربوح خوك يسلفك باز والله ما كتحشم. واشنو قلتي يا ود امي؟ اخويا ما عندي ما نقول لك والو، ما عندي ما نقول لك، ما نكذبش عليك والله ما خبيته عليك. نشوفوا على التليفون نشوف الحمد لله. الو السي مصطفى، واربع اخويا مالك وقف لي عند راسي؟ قلت لك ما عنديش ما عنديش. مالكش مالكش؟ واخا. الو السي مصطفى، كي داير نعم؟ بخير نعم؟ هامدرا ياه دبر على سخار من الفلبين يا اخويا. رجع في الله، رجع في الله، الله يهنيك بسلامة. هامدرا ياك لاباس؟ نظيرة طار المنصيب. شتي هاد الإصلاحات اللي كتديري في هاد الدار؟ راه الماندا ديال المدير وما عرفش شقدني. مربوح مربوح اش كاين؟ مربوح هادو شي ناس مهمين لقيتهم كيسولفك في الباب. الله يخليك، انا ما عندي استعداد باش نشوف شي حد بعد من هاد الساعة. الله انا ناس نقايا باين عليهم شخصيات. سير اسيدي قول لهم يدخلوا. يلاه في أزيدا تصور معايا اش مربوح مزينة كلها في البيضة وغير اسمعها اسمعها الله يهديك. مربوح مربوح السلام عليكم مراقبين.